طبقنا النهارده وبألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل مكرونه بالتونه. عندي مكرونه شويه مكرونه صغيرين كانت من امبارح، وفكرت ان انا اعمل عليهم حاجه مختلفه عشان الولاد ياكلوهم وما تكونش حاجه يقولوا اه زي مكرونه زي امبارح. لا، انا فضلت ان انا اعملها بطعم مختلف علشان اقدر ان انا ياكلوها. هنا عندي مكرونه من النوع دوت، ودوت عندي دوت شامبينيون شينوا اللي هو المشروم الصيني اللي هو بيتحط مع الاكل الصيني، وده بيبقى شكله هنا العلبه بتاعته بتبقى كده. هو بيبقى ناشف وبيتسلق مع الميه او مكرونه او الشوربه او اي حاجه، فبيدي طعم ظريف جدا وبيدي شكل كمان ظريف. هنا معايا المكرونه هحط عليها، عندك اي خضار حطيه. عندي مثلا انا هو عندي زيتون اخضر وزيتون اسود، عندي فلفل اخضر، عندي بصل مع الفلفل، مع كمان البصل الاخضر بيبقى حلو جدا، وخصوصا الفروع الخضراء لما بتقطعيها بتدي طعم حلو قوي. في عندي الذره الحلوه، في طبعا عندي هنا الجبنه ببشرها، بتبشري كميه حلوه بتدي طعم حلو. عندي المايونيز وده الاساسي طبعا في الاكل، وعندي كمان علبه التونه اكيد، وعندي فيلادلفيا بالسيمون بيدي طعم ظريف برضو لانها بتبقى مع الاسماك فبتبقى ماشيه. هو ده بيبقى لونها وبيبقى طعمها ظريف جدا مع الكريمه، بتديها كده طعم كريمي بيدي طعم حلو. فدلوقتي هنشوف هنعمل ايه. هنبتدي ان احنا نضيف كل المكونات. هي مجرد سلطه سهله وطعمها حلو، يا اما بتتحط مع جنب الاكل يا اما بتتحط بتبقى اكله متكامله تقدري ان انت تحطيها لطفلك في البوتالانش بتاعه او كسناكس او كغدا، بتبقى طعمها حلو. انا هحط شويه في دوت في الفوله ديت، وهبتدي ان انا احط معاها كده عشان تبان. اوكي، هنا هحط معاها زيتون، زيتون زيتون اخضر، زيتون اسود، احط معاها الخضار، عندي فلفل، عندي الكورن، عندي بصل. دي انت كمان ممكن تحطي لكل واحد الطبق بتاعه، انت ما تحطهاش كلها، بتحطي لكل واحد. في حد ما بيحبش البصل اوكي يحط لنفسه وينقي الحاجه اللي هو عايزها ويحطها في الطبق بتاعه ويبتدي يقلبها، فبيبقى كل واحد بيختار الحاجه اللي هو بيحبها. عندي كمان التونه، انا مش حاطه كتير، هحط نص علبه التونه. او لا، محتاجه ان انا احطها كلها. اوكي، في بعد كده عندي الجبنه، في كمان بيتحط معاها الطماطم الشيري، في بيتحط ايه تاني، السالري، السالري بيبقى حلو جدا جدا معاها. بحط مايونيز وببتدي اقلبها كويس. هنا قلبت كل المكونات كويس جدا مع بعض، وحطيت كمان جبنه فيلادلفيا كريم بالسيمو اكتر شويه. بعد كده بضيف لها ببشر جبنه موزاريلا وبحطها على المكونات. وكده السلطة خلصت. مكونات كلها فايدة للأطفال، بيحبوا المكرونة، ممكن تجيب لهم شكل مكرونة مختلف يحبوها. هي بتبقى ساقعة طبعا، بتنفع في رحلات، بتنفع في
المدارس للولاد ياكلوها، بتبقي ضمنتي ان هم كلوا وجبه متكامله، بتبقى فيها كل الخضار، فيها طعم المايونيز اللي الولاد بيحبوه، فيها طعم الجبنه اللي الولاد بيحبوه. كده خلصنا الوجبه بتاعتنا وبنغرفها لهم في اطباق. نغرف كده هنا كمان. طبعا انا مش بزود ملح عليها عشان التونة هي بتبقى فيها ملح، الزيتون فيه ملح، ما بيضيفش عليها الا اللي عايز، بس انا ما بفضلش بصراحة ان هي بيضاف عليها ملح. وكده بتبقى السلطة بتاعتنا جاهزة، وبألف هنا وشفا. دي طبعا المشروم اللي هو الشامبينيو شينوا، الزيتون، الكورن اللي الولاد بيحبوه جدا، وبألف هنا وشفا.